مشاهدينا، حيث أعلنت قوات الأوكرانية تدمير 24 مسيرة روسية في مناطق عدة، في وقت استلمت فيه كييف دفعة أولى من المقاتلات الغربية من طراز F-16 المنتظرة منذ نحو 30 شهرا. من كييف ينضم إلي مراسل العربي إياد ستيتية. فعلا إياد، F-16 لطال انتظارها من كييف، والآن تصلها الدفعة الأولى، التفاصيل ومتى ستدرج في الخدمة لدى الأوكران؟ نعم ديما، فعليا أوكرانيا تسلمت عددا من الطائرات وفق ما أعلنه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال احتفال بيوم القوات الجوية يوم أمس. شوهدت أثناء إلقاء الرئيس زيلينسكي للكلمة خلال هذا الاحتفال، شوهدت طائرتان من نوع F-16 كانتا تحلقان في أجواء المكان. طبعا الجانب الأوكراني أو الرئيس زيلينسكي لم يفصح عن عدد الطائرات من نوع F-16 خلال كلمته يوم أمس، لكن كانت هناك يعني تقارير إعلامية غربية تقول بأن الدنمارك وهولندا هما من بعثتا الدفعة الأولى أو طليعة هذه الطائرات F-16 إلى أوكرانيا، وهي من 7 إلى 9 طائرات. يبدو أن الحديث عن عدد هذه الطائرات كان أيضا من خلال كلمة زيلينسكي. هو قال بأن يعني هذا العدد غير كافي ولا يتناسب مع عدد الطيارين الأوكرانيين، وقال بأن لا يزال لغاية الآن هناك أعداد كبيرة من الطيارين الأوكرانيين يتلقون التدريبات في الدول الغربية من أجل على قيادة هذا النوع من الطائرات. طبعا الجانب الأوكراني يعول كثيرا، وهو على مدى عامين ونصف أو أكثر من بداية هذه الحرب الروسية على أوكرانيا كان يطالب الدول الغربية بتزويد أوكرانيا بهذه الطائرات، لكن يعني حقيقة فعليا يعني بحسب ما أعلنه الجانب الأوكراني يعني كان قد تلقت أولى أو طليعة هذه الطائرات منذ أسبوع تقريبا. يعول كثيرا عليها القوات الأوكرانية، إذ أنها يمكن لها أن تشكل مظلة للوحدات الأوكرانية وخاصة على نقاط التماس، أيضا يمكنها ضرب أهداف روسية في المناطق التي تخضع مناطق الأوكرانية التي تخضع للسيطرة الروسية، أيضا من عبر القنابل والصواريخ، وأيضا يمكنها تتبع المسيرات الهجومية الروسية أو الصواريخ التي تطلقها من حين لآخر القوات الروسية والتي تستهدف فيها منشآت الطاقة والمناطق التماس. أيضا يمكنها عمل نوع من توازن في الردع بالنسبة لخطوط التماس، وهو المعضلة الكبيرة التي تواجهها القوات الأوكرانية الآن هي في المقاتلات الروسية التي يمكنها ضرب المواقع الأوكرانية أو تمركزات الجيش الأوكراني على خطوط التماس من على بعد 50 كيلومترا، وذلك عبر القنابل الموجهة أو ما يعرف بالقنابل الانزلاقية. وجود مثل هذه الطائرات من نوع F-16 يمكنه أن يعني يشكل نوع من المظلة أو يمكنه إبعاد هذه المقاتلات الروسية ويخفف ربما من حدة هذه الضربات على القوات الأوكرانية. نعم ديما، شكرا جزيلا لك. من كييف مراسل العربي إياد ستيتية.